السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخواتي حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا في ناس كتير نفسها تشتري حاجات من سوق الخميس في المطرية او اقمشة، واحنا داخلين على رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يومين ثلاثة كده ورمضان. فجايبه لكم حبة صغيرة كده، بس يعني حتة صغيرة من سوق الخميس، وبنقل لكم الاسعار دلوقتي. القطايف القطيفة اللي قدامكم دي ب60 وب50، وماشي القطيفة المتر ب60 وب50، عرض 160. طبعا كان في هيصة بقى جامدة قوي في السوق وزحمة، فطبعا وأغاني والكلام ده، فمش هينفع ان انا اجيب لكم الصوت بالظبط. يعني بصوا، الوان جميله قوي، الوان كتير كتير. ده الـ الالوان ديت، القطيفه دي مش جلاليب يا جماعه، القطيفه دي تنجيد، بس مش عارفه بقى في قطيفه فيها جلاليب ولا لا، بس كل القطيفه اللي كانت موجوده كانت تنجيد. كل الالوان، بصوا الالوان دي، اللون ده حلو قوي، ده توبي وتركويز، دي قطيفه شبح، ايه اللي هي مش عارفه بيقولوا عليها اسمها، اللي هي بتدي اللونين او جلد او حاجه زي كده، انا بفقد الذاكره بقى، بنسى اسامي القماش، بس عارفه ان دي قطيفه يعني. إيه طبعا زي ما انتم شايفين، الوان موف وفوشيا. وانتوا في الوسط كده، والنبي ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت عسل كده زيكو. بصوا الالوان جميلة قوي مبهجة، يعني ده انا بصراحة لما بروح السوق ببقى عايزة اغطس جوه القماش. والله انا بحب القماش قوي، يعني بحب القماشة، الوان جميلة قوي كل الالوان اللي انتم، وعلى فكرة رخيصة جدا، وفي ب50 وفي ب55 وفي ب45، اسعار متهاوده جدا. طبعا الدنيا اتقلبت دلوقتي، بس انا بجيب لكم الصوره يعني، ويا رب تستفيدوا منها. واللي نفسه يشتري حاجه ينزل يشتري، سوق الخميس رخيص جدا يا جماعه، في حاجات ارخص، الاسعار بره بقت اغلى من كده. بس اللون ده رمادي طوبي اخضر، هافون. تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يديم عليكم الايام بخير يا رب، انتوا كل احبابنا يا رب في فلسطين، ربنا يصلح حالهم وحالنا يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.